على التثبيت. yeah. ها يعني انت شخصيا شلون ظروف مريت مالية قبل التسقيط؟ صار الوضع كلش صعب لليهود، خططوح من مكان لمكان، نوبات الشرطة امتى ما يردون يلزمون الواحد. بابا كان عنده بستين بعقوبة، كان دائما يروح ويجي بالطريق، لزمونه انت يهودي ما يصير تروح بعد، رجعونه. ظلينا بالكت ازيد من شهر شهرين احنا بالبيوت، ما نخاف نطلع لكن ينلزم. يجون يفرون على باب الحوش كتاب مكتوب بينه كومينيزم او something like that you know، وعقبة تجي الشرطة تتهمك انت شو يسمونه شيوعي او صيوني او whatever you know. باي الوقت الكتاب البيبرز هاي انا مفصلة لاي كلتها، سو ما حاجة نرد نعيد عليها you know، بأن ستقاها اكيد. اوكي سو التسقيط صارت فد واحد اللي ما عنده وين يروح، من الوظائف طلعهم لليهود، اليونيفرسيتيز ما قاموا يقبلوهم. واذا واحد الشغل ماله يراد يجيب شريك مسلم اي سو، واذا يريد يسوي حكي يراد بغطيل، وين ما يروح بغطيل. صارت الحياه صعيبه، صار التسقيط بالراس، اليهود خافوا قالوا احنا قنسقط نصير ستيتلس، وين نروح اذا جاء اذونا؟ تالي هاللي ما قالوا شو يسمونه، لا احنا جارانتيو لما توصلون للمطاف. وعقب من صار التسقيط بالغاز كم واحد سقطوا بغاز 1950 كم واحد سقطوا، وبس عقب صارت كلهم قاموا يدون يسقطون ويروحون. انت انتم سقط؟ احنا سقطنا كانت بجون، لكن ابوك ما جاوا. عفاف ما 1950 1950 سقطنا، وبنوفمبر سفرنا عقب 3 أشهر. زين هالحالة سقطوكم بس ما جابتوا مالكم ابوك بعد؟ اي بابا ظل ببغداد، عقب صار التجميد. هو كان ببغداد؟ كان ببغداد اي. صار التجميد وعقب حبسونه. حبسونه وظل فور 5 years in and out of prison. عقب بالنهاية سقطوا له، مضى وراق he's giving up everything. وبعثوا له بطيارة إلى لبنان، ومن بيروت لقبرص، بالقبرص كان ايجنت من إسرائيل وبعثوا لإسرائيل. والجنطة ماله فرغوها وخلوا له زبل بيها، وصل الجنطة طارق. يعني خلى فش مكان. واليوم بيتكم هيكي يعني تذكر كان صيدلية عنبر، بالبتاوين كان سينما بوريفاج بالبتاويين. احنا ونيكي كنا عمتي. انتي قدك هي الفرهود كلها اذكرها. انا طلعت من بغداد، من طلعنا سامي كان 15 سنة عمره، بس سامي كان وياي، فيني ولد 13 سنة خليتون وغير عائلة، خلوا لي همي الاسرائيليين هم يرتبوها، خلونه خط غير عائلة، والصغير كان عمره سنة وياي. من جينا المطار قفت شونا، كنت قلت ولين تشينو للولد، كنت قل لها لا يما لا تخرعي خلي زين. وقف خيبتي بيدو لعابة ماله ايه كذا، وقف على صفحة زين، جنطة حواش راحت، ما حصلتوا منا شيء. تليا جينا لإسرائيل، أخوي كان طلع قشر قبل جاي بإسرائيل، راحوا قالوا له جيتوا، وجاء هو وغاتوا أخذونا من المطار، أخذونا للبيت عنده. أمي الله يرحمها وخالي الله يرحمه لأخواته، كل واحد يشتغل بيت بإسرائيل، خطا ما يريدهم يقعدون بالمعبرة. انا امي نهار بس قعدت بالمعبرة، انا وسامي والصغير ساسون، جاء اخوي اخذنا رحنا عنده للبيت زين. جينا امي تحولت بالبيت برمت قام، جينا قعدنا عنده انا وسامي وهذاك
ظل يمكن بالقبوس. ايه صالح ظل بالقبوس. ظل بالقبوس لما ترتبنا لما سحبتونه وجبتونه. بقى عقب كم سنة ما أشوف إلا جو قالوا لي يعني جاء الأب جو عراقيين أكو قحوة من العراقيين وجو قالوا لي هذول ياخذوا دغبهم راحوا عند أخوي فتح تكوى قالوا له قوم زوج أختك جاء وراح جابوا وجدت مغت أخوي جابتوا لعنا لرمضان. زين هذا قاعد وقيبكي قد تجعوا زقيدك كل راحت وجابح وصل علينه قاعد عشر فايا قيبكي بالليل يعني كان قيبكي تمام. قلت له سكت قل الحمد لله والشكر انت طيب ولا ذاك طيابي الله يخلفني لا الدغبال اش نسوي الله يطعي والله ياخذ منطقة قول شيء هاي بني آدم يقول له خطش يشتغي كتابة من المكتبة يطيق كل واحد يسوي كتاب من حياته وشعبه ايش يسوي الواحد اخذت دغبي رحت واشتغلت انا همي بعليت بالشكولة صفت ببطن لقويطي وفدنها صانع ايماننا اللي كانت ببيتنا جت على الميز وياي قد انت قد تشتغلينون له مثل تفحل تمك سكتي ما غدا تحكي وغشقتوها كلها خدتوها ايزي قلتوا هاي كار اولادي وزوجي طيابي الحمد لله والشكر كل الغاحت الله يرعتها بغير صفحة يعني عبغنا ساعة رحنا اليهود يعني ما قليلي كانت شيء لا بغنانو هاي اليهودي احكي لي قبل اشتم بالفتينات والغوينات اشفن اشتم اشفن العادات مالكم اشكو كل مناي العال كانت كنتم طلعون على الشاط لو بس الارجي كنا نطلع ونقول هاي من سوان من سقوف ومقامات ايه نحن بالاليونس كنا من رس الاليونس احنا كنا بالبنات يعني وكان مدرسة لاخ مال نحيم دانييل منين عف ساق سنين المخ ما بعد يحوشين يلا زين قد كان يعني زمان كانوا يروحون يسوون تشويدر بالصيف بالليل يروحون كانوا يطلعون يروحون بالصيف نصبون تشويده ما كان احد يادي غير اي اخر وقت طلع هتلر وتخربته ولا قبل ما كانوا يادون ابدا هاي ايش اسوي الدنيا الجزي مختي صور من ايزار ونسوان بالإصلاق يعني وقت لك عيد إيه وغاوي صورة من الودعة ودعة تعرف شو ودعة هاي كانوا بالميلة اللي بسوريانو للولد وصلع من القحف أسبوع بماوي وودع من السمك منها صدف إيه ووصلع من الثوماي كان شكله لين وسطر هاي الولد وكتبي بيقولون يهود العراق ودعة ودهاشة من عين اللاشة قليل اسم صوراني مين جاء قصي بيقول لك صوب الحلي ومكان تاي اللي يشيبه صورة 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 احنا اصلا لبنونيك صوراني هاي احنا من صوب الحلي كان ثلاث يشيبه صورة بومباديتا ونهار ديع صورة واحدة منها بين الحلي بين الفلوجة احنا كنا الفرات يعني يا الفرات يا ناردية ما حد قيعد بالضبط وينها ناردية هاي بس الاسم بس اسم ما اي اسم مو اش يسمونه مو نهر مو نهر ما نهر لا بس اسم يعني من الاسم من اليشيبة اسموها ناردية بس ما يعرفوا وين كان بلي بين الحلي
صوب الحلي مش بال وقع مالي كتبتوها سترقي وين مكتوبة كلتها والهاي مالا امتى تأسست وامتى انغلقت كل واحد ألف وخصوص سنة داومه كانوا يمجد 1034 انسدت آخر واحد لا كان ابني صغير فد يوم ما عفش قياكل وجاء صوبك قال لي ماما كان عندكم من هاي ونيكي قلت له يا خايبي بغداد قلت له قد سايل ليش ماني كان عايش عيشي مثلنا صناع بينه للبيت ومسوق شي بالبيت وما كنا نسوي كل شيء هاي دني بغداد ايه سوالك اخص كبير لا ما كانوا يأمنوني سوالهم كان هيك عاصفة ما مثل العواصم الهون اللي سواه هون قلتي كان أيام كلش حلوة حكينا على هاي الأيام الحلوة ما تقولي له رحتي لبيروت شارل أسر ما رحتي لبيروت أشفتي البيروت ما يجي بقى أوكي ما خضيني أنت حكين أشغل هاي رحنا هانيمون ايه اسبوعين مع ثلاثة ايه رحتوا للشام ورحنا العلي وحمدون وحمدون خالي كان بعلي ايه رحتوا عينتونه ايه هو وولاده اش كان يسكنونيكي؟ كان ساكنونيكي؟ كان ساكن ايه مصيف بالصيف يروح يسكنونيك كان بالصيف والشتي بيروت ايه انه كان يروح من الريفيرا هاي الفرنسي وتوفى وبعد خلص وامتى جينا اظل بالي امتى هسه من اولاد وفضل بس عبد الله لا عزرا وسليم عزرا وسليم بس كان عنده أربع أولاد وأربع بنات ثلاث بنات إيه هسا فيضلي بس اثنين واحدة كانت ميخذي لبناني أخذها هاي كانت ببيروت كانت كاتبة كتابات لتريتشر بالفرنساوي يعجبها تصوري أنت قلت لي بيت زلخة ما؟ إيه خالي بيت زلخة أمي بيت زلخة بيت عبودي زلخة أمي وخضوري زلخة أخوها وخضوري راح لبنان قبلك؟ راح لبنان إيه هاي ما قلت لك قاموا الأسلام يفروا له كتيب وهذا وخاف أخذ دغبو واش ما سوولو الحكومة نحن ندير بالنا عليه كيك قال لهم خلاص وباقى بيته كان مسناي على الشط هم على الشارع أم على الشط كلش كبير بيتين واحد بفضل الله كان يوقفون صوب البيت ماله اكو سدة توقف بلام هذولي بالعيد كلهم يطعيهم فلوس خطأ يريدهم يسوون خوشة وادم خطا ما يقعدون ايه واش ما هاي سمع فد ليلي ليلتين حس خاف اخد دغم وطلع لبيروت ومغاتو حبليه كانت ما طاقت تروح ظلت هو وصل للرطبة كانت السيارات ما كان طيارات بذاك الوقت كان بساطة تودي وصل ال نسيته هاي وين عقب بغداد بنص الطريق وصل دقوا له تلغراف قالوا له جابت مغات وولد قال لهم خلي تسمينه سليم كيف سلم هو طلع من بغداد وصل بيروت بقى هي ساغلة 40 يوم عقب ما ولدت من جال الميلة سوتها كان حخام دنقور يسمونه هو قاعد على طهوم هذا عصر دنقور؟ اي وكل العائلة كنا معزومين عندهم
بقى بيته كان صفحة على الشط مسناي وصفحة على الشارع. قضت ربعين يوم عقب ما ولدت، أخذت الصناع ماله وكلتهم وراحت البيروت، جت عند زوجها. ايه ظلوا محمدون وراحت عند خالي البيروت. عقب ما تزوجنا ما رحنا هنيمون، رحنا ليهم لحمدون لقيناهم وجينا احنا لبغداد، وهو يظل بحمدون. وعقبه راح لامريكا، ما رجع لبغداد، راح المصر. لا لا ما رجع لبغداد، راح المصر. راح لامريكا، جلا كان بسويسرا. ما كان عبد الله ابنه، عبد الله بسويسرا ابنه يتوفى، ابنه الكبير كان ماخذ بنت ماني، هو اصله هم عراقي، ولكن هذا بس مع الذي خالي جاء الحمدون اخذ بنته وراح الحمدون عند خالي، سمع يعني عنده اولاده. هاي اخذ عبد الله الكبير بن خالي اخذ بنته، كان اسمها زميره، وهسه هي كواي بلندن. عبد الله توفى، ظلت هي وولاده بلندن. هاي موريز توفى باريس، كان ماخذ سوري من اهل سوريا، يونانية يونانية من اهل بيروت، من اهل اليونان. اليونان مغاتهم بيت بشي، بيت لياو بشي. بقى من بيروت عبر راح لامريكا كلها تذكر. Thank you, auntie. Thank you very much.